السلام عليكم. أصدرت الحكومة اليمنية بياناً واضحاً كتعبير عن موقفها مما سمي باتفاق المجلس السياسي الصادر عن تحالف الانقلاب. الحكومة أشارت في بيانها إلى أن اتفاقاً يكشف النوايا الحقيقية للانقلابيين تجاه السلام في رسالة إلى المجتمع الدولي. وكانت ردود الأفعال قد توالت تجاه الاتفاق، من بينها بيان إعلامي للمبعوث الأممي أكد فيه أن ما تم في صنعاء تهديد خطير للجهود المبذولة في مشاورات الكويت. من جهته عبر حزب المؤتمر المساند للشرعية عن رفضه لما أسماه التحالف مع أعداء اليمن والجمهورية. وقد جاء تشكيل مجلس سياسي لتحالف الانقلاب الذي خرج إلى دائرة العلن بعد الارتباط غير العلني الذي استمر لفترة. هذا التشكيل سيكون له تأثيره بالطبع على مستقبل المشاورات ونسف جهود التفاوض قبل انتهاء الإطار الزمني. اتفاق صالح والحوثي اليوم يأتي بعد أن استكملت الميليشيا حوثنة أجهزة الدولة السيادية وكرسوا وجودهم خاصة في أجهزة الاستخبارات بفروعها المختلفة، وكذلك التعيينات السلالية والواسعة التي جاء الغطاء السياسي المؤتمري كمظلة لها كما يقول متابعون. ويرجح مراقب أن وجود اللجنة الثورية لم يعد لازما، بل وأصبحت عبئا لأنها لم تقدم سوى الإخفاق للمواطنين، بل وساهمت في زيادة معاناتهم. يحاول الحوثيون تقاسم أعباء الفشل في إدارة مؤسسات الدولة البالية وتقاسم نتائج هذه الحرب وإرث الفشل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ومن الواضح من خلال مضامين الوثيقة ألا مشروع سياسي جاهز لطرفي الاتفاق للبدء بتنفيذه، خصوصا وأن جماعة الحوثي وصالح لا يمارسون السياسة بأدوات السياسة. وهنا نتساءل ما دلالة توقيت إعلان هذا المجلس مع اقتراب موعد انتهاء المدة الزمنية في مشاورات الكويت؟ وهل نستطيع القول إن المجلس السياسي الذي أعلن اليوم له دلالته، وهي وصول الحوثي وصالح إلى مرحلة توازن ضعف لكلا الطرفين؟ إذا مشاهدينا الكرام، ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة حول هذا الاتفاق وردود الأفعال الأممية والحكومية، فتابعونا بعد مشاهدة هذا التقرير. وأخيرا، تم توقيع اتفاق في اليمن، لكنه اتفاق بين طرفين لم يكونا مختلفين أصلا، فهما يشكلان منذ عامين جبهة سياسية وعسكرية واحدة تمتلك السلاح وتفتقر إلى الشرعية، الشرعية التي فشلت في الحصول عليها من خلال مشاورات الكويت، وتدرك أنها لن تحصل عليها من خلال توقيع اتفاق يستبق إعلان فشل المشاورات التي ذهبوا إليها يطلبون إحدى الحسنيين، إما اكتساب الشرعية من خلال اتفاق يفضي إلى شراكة سياسية بشروطهم، وإما شراء الوقت الثمين بالوعود المجانية. يكون حوارا جادا يؤدي إلى وقف العدوان على بلدنا وفك الحصار واستئناف العملية السياسية. أربعة وجوه تنتمي كلها إلى زاوية جغرافية واحدة ظهرت اليوم وهي توقع اتفاقا فيما بينها على تقرير مستقبل الجمهورية اليمنية كما لو كانت تركة ورثوها عن بعض أهلهم. بينما يدفع الجميع ثمنا غاليا لحماقات ما سموها باللجنة الثورية التي لم تتوقف يوما واحدا عن سرقة المال العام وإصدار قرارات تعيين موظفين في مفاصل الجهاز الإداري للدولة، اللجنة التي عينت مئات من أتباعها في وظائف أمنية وعسكرية وإدارية ومنحتهم رتبا عالية ودرجات وظيفية وأفرغت الخزينة العامة من النقود لدرجة أجبرت محافظ البنك المركزي على التعميم بمنع صرف أي شيكات باستثناء المرتبات، حتى صارت هذه اللجنة شتيمة تاريخية سيبذل الانقلابيون وسعهم لمحو أثرها السيء على وجوههم. وبعد مرور أكثر من عام ونصف على إعلان اللجنة الثورية، يحاول طرفاء الانقلاب تصفير العداد كهواية قديمة لهم وتقديم أنفسهم من خلال اسم جديد لا يرث الخطايا القديمة فقط، وإنما يقود ضحاياه إلى المحارق ذاتها، محرومين من الخدمات، مضطرين للحرب كفرصة عمل وحيدة بعد أن أغلقت سلطة الانقلاب في وجوههم فرص الحياة. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. فأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير دكتور. يعني بعد هذا الاتفاق الذي ربما وصف بأنه قد ينسف الحلول السياسية في البلد، وهذا ما أوضحه ربما بيان الحكومة وموقفها الأخير، وكذلك بيان المبعوث الأممي للأمم المتحدة، كيف تعلق أنت على مثل هذه الخطوة التي قام بها الحوثيون؟ طبعا عندما نحلل، يعني الخطوة هذه جاءت كمحصلة لعدة عوامل. نعم.
نحن كنا نتوقع وقلناها من الاستوديو أن مشاورات الكويت لن تفضي إلى تسوية، كنا نعلم هذا. وأعتقد أن عندما توصل الأطراف أو المجتمع الدولي انكشفت أمامه هذه الجماعة الانقلابية وأصبح واضحا أمام المجتمع الإقليمي والدولي والمحلي أن العائق الوحيد للتوصل إلى تسوية هم الانقلابيين، لم يعد أمام هؤلاء غير، وخاصة مع تصريح الكويت أنها يعني أعطت مهلة، وهذا يحدث استثناء، لأول مرة مشاورات مفتوحة وبنفس الوقت الدولة أعطت إشارة بمعنى أنها لن تتحمل مسؤولية الفشل وتحمل مسؤولية الفشل للأطراف. ومن هنا الحوثيين والانقلابيون ذهبوا خطوة للأمام بإيجاد ما يسمى واقع جديد والخروج من هذا، وسأتحدث عن هذا. هذه الخطوة جاءت، قلنا مشاورات الكويت هذا عنصر رئيسي وكشف أو عرى الانقلابيين بشكل واضح، وبالتالي لم يعد أمامهم سوى خطوة للأمام. اثنين، موقف الأمم المتحدة الرخو الذي يمثله ولد الشيخ، حيث أن هنالك التفاف كل ما وضعه من تسويات تقطع مع القرار 2016، مع القرار ذات العلاقة، أنه يطرح قضايا خارج المواثيق، خارج القرارات ذات العلاقة بالشام اليمني. الموقف الدولي والدول الراعية الكبرى الذي ترغب أيضا بإحلال الحوثي بديلا عن القوى السياسية التي برزت بعد ثورة ما يسمى ثورة الربيع وباليمن وثورة الساحات الحرية. الموقف الرابع، تباين دول التحالف، عندما هناك كان تباين بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية من حيث كيفية حل الأزمة، هذا لعب دور بهؤلاء. أيضا الانهيار الاقتصادي الذي كان على الوشك أن يحدث، وهو على يعني على قاب قوسين وأدنى نحن من الانهيار وإعلانه، ليس الانهيار وإنما إعلان الانهيار، ورغبة تشكيل مجلس رئاسي أو مجلس سياسي أعلى هي رغبة المؤتمر الشعبي العام، وكان يضعها ويهدد بها. ويبدو لي عندما وصل الانقلابيون إلى أن الحوثيين لا يريدوا تحمل المسؤولية بمفردهم وهناك انهيار وشيك، قبلوا هذا لتحمل المسؤولية المشتركة، وبالتالي خلق واقع موضوع جديد تتجاوز مشاورات الكويت ويخلق واقع جديد مختلف. العنصر الرابع وهو المهم، أيضا السلطة السياسية نظرا لعدم قدرتها على إدارة الحياة اليومية وعلى إدارة الجغرافية والمؤسسات وممارسة سلطتها ونفوذها وقدرتها وتجميع كل مواردها البشرية والإنسانية وممارسة العنف على هؤلاء والعمل كعنصر رئيس وليس كطرف ضعيف في هذه العملية، أيضا جعل هؤلاء كل هذه العوامل، مشاورات الكويت وفشلها، الموقف التباين، موقف الأمم المتحدة والدول الكبرى، أيضا التفاهمات التي تمت بين العربية السعودية والحوثيين، كل هذه العوامل، قلنا موقف يعني مشاورات الكويت وعدم خروجها من إجراءات بناء الثقة، المجتمع الدولي الذي يضع ولد الشيخ يضع تباين بين القرارات الدولية والخارطة، الدول الراعية ترغب بإيجاد الحوثيين إحلالهم بالحقل السياسي اليمني، التفاهمات العربية السعودية مع الحوثيين منفردة عن مشاورات الكويت. ولهذا ستلاحظين في هذا البيان تقريبا ما يقارب 30 مفردة أو معنى العدوان السعودي، الاتفاق العدوان لا الحديث عن مبررات الإعلان، يقال لهذا لماذا هذه المبررات؟ لم تذكر المشاورات في الكويت إلا مرة واحدة في النص، ليس هنالك حديث في هذا النص أو البيان الذي نشر ذكر السلطة الشرعية أو تحدث عن المشاور إلا مرة واحدة. الأسباب التي تحدثوا عنها يعني أنها متعلقة بمواجهة العدوان وإدارة البلد، ومواجهة العدوان تسبق إدارة الدولة في هذه الوضعية، بالتالي يعني توجه سياسي يعني عسكري أكثر، هم يريدون الفصل تماما، أن سبب هذا التحول ليس فشل مشاورة الكويت وإنما العدوان. ولهذا تلاحظي تقريبا 30 أو ما يقارب من 30 مرة ذكر العدوان وجرائم الحرب. أيضا في هذا البيان لاحظي هذا الكم الهائل، أيضا تمت إهانة الأمم المتحدة التي تحدثوا عنها كجهاز فاسد وقدرتها على أنها تتقبل الرشاوي
ويمارس عليها الضغط. وبالتالي ولد الشيخ في بيانه لم يرتقي إلى مستوى. نعم، قبل أن ندخل البيانات التي أصدرت اليوم، يعني دعنا فقط نستضيف معنا أيضا الأستاذ راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور أستاذ راجح. يعني تعقيبا على هذا الاتفاق الذي يعني أعلن اليوم بين ميليشيا الحوثي وصالح، قمتم بإصدار بيان باسم الحكومة اليمنية، ما هي أبرز النقاط التي ذكرها البيان؟ مساء الخير سيدتي الكريمة، تحية لجمهور القناة ولضيفكم الكريم. نحن عبرنا بشكل واضح عن موقفنا تجاه هذه الخطوة، واعتبرناها أنها إطلاق رصاصة الرحمة على مشاورات الكويت. أولا قبل كل شيء أحب أن أوضح، نحن يعني بالنسبة لهذا الاتفاق، نحن نرى أنه لا يساوي الحبر الذي كتب به، لأنه نحن نتحدث منذ 21 مارس العام قبل الماضي، وهو تاريخ الانقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية، أن هذا الانقلاب كان بتنسيق وتحالف وثيق واستراتيجي بين ميليشيات الحوثي وصالح، وكان صالح يعني طيلة الفترة الماضية ينشر هذا الكلام ويعلن تبرعه من هذا التحالف، لكن اليوم خرج هذا التحالف إلى العلن ربما لأهداف داخلية وأهداف خارجية. لذلك يعني أنا أستطيع أن أقول إنه هذا الاتفاق هو يعني نسخة منقحة ومزيدة من الإعلان الدستوري، وبالتالي لا يساوي الحبر الذي كتب به ووقع عليه. لكن الأهم هو الرسالة للخارج، والحقيقة إنه الإعلان اليوم هو يعني دليل واضح وصريح على عدم احترام ميليشيات الحوثي وصالح للمؤسسات الدولية وللمنظمات الدولية وللمبعوث الخاص وللدول الراعية للمشاورات. يعني في الأيام الأخيرة من المشاورات، بينما كانت أنظار اليمنيين والعالم تتجه للكويت تترقب اللحظات الأخيرة من أجل التوصل لتسوية أو اتفاق سلام شامل وكامل في اليمن، يتفاجأ العالم بهذا الاتفاق الذي لا يجير يعني للأسف المجتمع الدولي ولا المشاورات أي من ذلك على المجتمع الدولي الآن، وهو المعني الأول قبلنا كحكومة من هذه الخطوة أن يعني الموقف واضح وصريح. صحيح أنه المبعوث العمومي الآن أصدر تصريحا صحفيا رحبنا يعني محل ترحيب، لكن المجتمع الدولي أن يتخذ موقف أكثر جدية وصرامة. لا يعقل أنه أكثر من 3 أشهر في الكويت مشاورة تجرى برعاية الأمم المتحدة وبرعاية الدول الراعية لهذه المشاورات. نعم. وفي الأخير في اللحظات الأخيرة من هذه المشاورات تطلق ميليشيات الحوثي وصالح رصاصة الرحمة بهذه الطريقة التي تستهزئ بكل هذا المجتمع والدولية بكل هذه الجهود. نعم أستاذ راجح، ولكن هذا البيان الذي تحدث عن أنه يعني يوضح مدى استهتار ميليشيا الحوثي، ولكن هذا البيان يعني قد يكون كما وصفتموه إطلاق الرصاصة الأخيرة أو رصاصة الرحمة على مشاورة الكويت، وبالتالي القضاء على أي أمل للسلام مستقبلا. يعني كيف يمكن التعامل مع مثل هذا الموقف خاصة من قبل الحكومة؟ يعني دائما أنتم تنتظرون إلى الموقف الدولي، ولكن ما هو موقف الحكومة الجدي غير هذا البيان الذي قمتم بإطلاقه اليوم؟ نحن منذ بداية المشاورات وقبل المشاورات كنا نتحدث مع المجتمع الدولي والمبعوث الخاص أن هذه الميليشيات غير جادة وغير صادقة في أولا في التوصل إلى اتفاق، وفي حالة أخرى حتى لو تم التوصل إلى اتفاق وهو إلى تسوية هم غير يعني غير جادين في تنفيذ أي تسوية. وتاريخا السلطات الحالية والسابقة في الاتفاقات مع هذه الميليشيات واضحة، ليس هناك ما يشجع في تاريخ وفي سفر هذه الجماعات ما يشجع لأي طرف أنه يخوض أو يدخل في اتفاقات أو تفاهمات معها. اليوم هم أكدوا ذلك من المجتمع الدولي، لكن كان خلال المجتمع الدولي يضغط علينا كحكومة وكشرعية أنه لابد أن من مشاورات من أجل تنفيذ القرار 2216 ومن أجل تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية أو مخرجات الحوار الوطني. لكن كما تابع في الدنيا يعني ماراثون من المشاورات تمت سواء في جنيف أو في دل أو مؤخرا في الكويت لم تصل لشيء، وأكدت رؤيتنا التي كنا نتحدث فيها بوضوح وبصراحة مع المجتمع الدولي ومع الأشقاء في التحالف ومع المنظمات الدولية ومع المبعوث الخاص.
أمام العالم عليه أن هذه القوى وهذه الدول التي رعت هذه المشاورات وكانت تريد التوصل لاتفاق تسوية ولتثبيت السلام عليها أن تبين موقفها الآن مما قامت به ميليشيا الخيثي وصالح اليوم. الهدف الرئيسي خارجيا من هذه الخطة واضح أنه نعم. لكن أستاذ راجح اسمعني عند هذه النقطة يعني نعم. كان هناك تصريح بالأمس للمتحدث ميليشيا الخيثي محمد عسلان يتحدث عن رغبة حقيقية لتمديد مشاورات السلام من أجل أن يكون هناك اتفاق للانسحاب من المدن وتسليم السلاح. هذا التصريح يعني لم يمضي عليه أقل من 24 ساعة حتى أنه يفاجئ العالم اليوم بهذا الاتفاق. يعني تاريخ كما قلت سابقا تاريخ هذه الميليشيات سواء في التوصل للاتفاقات أو تنفيذ اتفاقات أو في الضحك على حتى على شركائها وحتى على رعاه المشاورات اصبح واضح بشكل كبير جدا. نعم، لكن استاذ راجح يعني كما تفضلتم يعني انتم تتحدثون مع المجتمع الدولي منذ 21 مارس ان هذه الميليشيا لا تجنح الى السلام ابدا، وكانت كل المواقف عباره عن بيانات. ربما يعني اليوم ظهر بيان مبعوث الامم المتحده وبيانكم فيما بعد، يعني هل فقط سنجد ان الخطوات امام هذا الاتفاق هي البيانات فقط؟ ما هي الخطوات الجاده التي يجب على الحكومه اتخاذها في مثل هذا الظرف والتي ربما عليها ان تترجم أمال اليمنيين وتطلعاتهم؟ سيدتي الكريمة، أنا قلت أن هذا الاتفاق لأن نحن بالنسبة للحكومة لا يساوي الخدر الذي كتب عليه. ها نحن منذ اللحظات الأولى من الانقلاب تحدثنا وبشكل واضح، سواء الرئيس فخامة الرئيس الحكومة الوزارات الكل تحدث أن الانقلاب الذي حدث هو تم يعني بتحالف طرفين رئيسيين من ميليشيات الخيثي وتيار صالح. نعم. الآن الذي يحدث هو إعادة ترتيب داخل منظومة هذا الانقلاب. كما قلت هناك أهداف داخلية، كما تعلمين يعني الحوثيين يعني طيلة الفترة الماضية كانوا في واجهة السلطة واستطاعوا خلال عام ونص بالنحو يعني قرابة 4 مليار و 200 مليون اللي هي الاحتياطي الاستراتيجي النقدي من العملة الصعبة الدولار في البنك المركزي، هو أدى إلى تدهور سعر العملة. الآن يعني خلال الشهرين القادمين لم يعد هناك ما يكفي في خزينة البنك المركزي من أجل دفع مرتبات الموظفين. هم الآن بورطة، ربما إنما الآن يريدوا أن يبعثوا أمل للمواطنين. هناك إعادة ترتيب للسلطة وتغيير شكل اللجنة الثورية بما يسمى بالمكتب السياسي أو اللجنة التي تم تشكيلها اليوم، أو أنهم تم الضغط يريدون يعني اخراج شكل جديد للسلطه، يريدون توزيع ادوار بينهم، او الحوثيين جروا صالح الى مربع تحليل مسؤوليه قادمه خلال الايام القادمه التي تنذر بانهيار اقتصادي وشيك للبلد. يعني هناك اكثر من احتمال، لكن نحن كما قلت الحكومه نحن ننظر ان هذا الانقلاب منذ بدايته هو انقلاب تم بحلف استراتيجي ووثيق بين ميليشيات الخيثي وصالح، وهذا ما اكده هذا التوقيع اليوم على هذا الاتفاق الذي خرج فيه صالح يرعى لا. هذا الاتفاق. لذلك كما قلت هذا الاتفاق او هذه الوثيقه التي وقعت هي النسخه المنقحه والمزيده من الاعلان الدستوري الذي تم بموجبه تشكيل اللجنه الثوريه العليا والغاء يعني ما والغاء عدد من المؤسسات الدستوريه. اليوم عندما يتحدثون عن الدستور في البلد من انقلب عليه؟ انقلب عليه هذا الخلف وهذا التحالف، انقلبوا عليه وعطلوا العمل بالدستور وفقا لما يسمى بالاعلان الدستوري. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عود إليك دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني بيان الحكومة وصف مثل هذا الاتفاق بأنه إطلاق رصاصة الرحمة على مشاورات الكويت، كيف تعلق أنت على البيان؟ أولا إطلاق رصاصة الرحمة هي المعلنة، وهذا موقف يعني نحن ندركه ونعرفه منذ فترة، لكننا أطرح سؤال على الحكومة: ماذا لو ترأس المجلس المخلوع صالح رئيسا وفقا لهذه الاتفاقيات؟ وبالتالي ماذا سيكون موقف الحكومة؟ هل بيان موقف ولد الشيخ؟ هذا القرارات التي تحدث عن ولد الشيخ عندما
أفرد أنه لا يجوز للحوثيين، يعني هناك قرار من 2016 و2015 يتحدث عن يعني عدم ممارسة نطاق سلطة الحكومة، يعني لا تمارس مهام السلطة الشرعية، يتحدث عدم الانفراد بأي قرارات. لكن أنا أطرح على السلطة هذه التي نحن معها، ولكن علينا أن نتساءل معها الآن لهذا القرارات، المخلوع صالح يعود إلى، قد يعود مباشرة بشكله لرئيس للمجلس الانتقالي للفترة، وبالتالي هذا المجلس يمارس قرارات و لإدارة البلاد ومواجهة العدوان كما يقولون. وبالتالي ستلاحظين ينبغي أن نفكر ليس بهذا البيان الذي يعتبره هشا ورخوا، ونحن تحدثنا مع احترام الشديد، يعني نحن شهرين نتابعهم وقلناهم لا يوجد سبب واحد لاستمراركم. صحيح أنهم حققوا، أنهم كشفوا للحوثيين للعالم، لكن هذا لا يكفي أنك تكشف، نحن تكشف شيء مكشوف. ماذا كنت تعمل في المواقع الجغرافية وأنت تستعد لاستراتيجيات الحوثيين؟ والمخلوع صالح تحدث قبل عام أنه يريد تأسيس مجلس جمهوري رئاسي، هو سموه المجلس السياسي الأعلى بينما هو مجلس جمهوري. وهناك في إشارة هنا يقول تدلي أنها هل هي سهوا، هل هي مقصودة. يقول وفقا للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، الدستور الدائم بتاع 70 اللي يتحدث عن مجلس جمهوري وصلاحيات، وبالتالي ولكن أليس هذا الدستور هو يعني كما طرح الأستاذ راجح هو نفسه الدستور الذي انقلبوا عليه بالإعلان الدستوري؟ يعني ما هذا الخلط؟ ليس الدستور، لا نتحدث عن دستور هنا الحديث، ونحن أمام جماعة لا تلتزم بأي أعراف، ولكن ستقودنا نحو الأمام. أنا أقول للسلطة الشرعية الآن للمجلس هذا اللي هو المجلس الأعلى، ليس المجلس الأعلى السياسي الأعلى، هو المجلس الجمهوري، هذا اسمه الغير معلن. أقول لهم ماذا ستفعلون يا سلطة يا شرعية إذا ما ترأس المخلوع صالح رئيس المجلس الأعلى السياسي؟ وبالتالي لهذا المجلس الذي هو عبارة، يعني المخلوع صالح خلال 30 سنة هل التزم بالدستور؟ هل نفذ القوانين؟ نحن مع مجموعة في زاوية ضيقة ولا تحترم المواثيق، وأنا تحدثت في المقدمة وقلت ما هي العوامل التي قادتنا إلى هذا. نعم. العوامل تحدثت عنها وذكرتها، هذه العوامل السلطة الشرعية عليها أن يكون لديها رؤية استراتيجية في التعامل مع هذا، ولا ننتظر منها بيانا. هذا البيان ما الذي عملته واقعيا وعمليا قبيل؟ نحن كنا ندرك من الكارثة أن تنتظر حتى يعلن الحوثيين. التحالف معروف، نحن نعرف أن هناك تحالف، وأن الذي دخل صنع الحرس الجمهوري، وأن الذي سلم المعسكرات الحرس الجمهوري ما كان يسمى هو حرس عائلي، أن المخلوع صالح هو اللاعب الرئيس، أن الأمن القوي. نعم. بالتالي هذا كلام عندما نقول تكشف العلم، نحن علينا أن يكون لدينا رؤية استراتيجية. نحن نعلم، أنا أعلم أن هؤلاء يعني قاموا بانقلاب وقطعوا مع مخرجات الحوار، قطعوا مع الدستور، قطعوا مع الاتفاقيات الدولية. أنت أين رؤيتك عندما عطل الداخل الآن من يطرحون الآن بما يقتضيه واجب الحفاظ؟ هذا من الأسباب، لو سمحتي حتى نحدد أسباب النشأة، العدوان يعني جعلها هي السبب الرئيسي وهنا لإعلان مثل هذا. وهنا قطعوا قطعا كاملا مع الانقلاب 21 سبتمبر، مع الحوار. يعني عندما تتحدث أنت أمام من تقنع الآن؟ يتحدثون عن عدوان، وأن سبب هذا المجلس ليس فشل مشاورة الكويت، وليس انقلاب 21 سبتمبر، وليس ما استنزافهم يعني نهبهم للميزان الدولة ووصول البدل الانهيار، هو العدوان. ذكرت العدوان 30 مرة، أهانوا الأمم المتحدة وقالوا عنها مؤسسة يعني فيها فساد، وأن العربية السعودية ودول التحالف تدفع رشاوي من أجل اتخاذ القرارات. تحدثوا عن هذا العدوان أنهم يلقون بأسلحة مشبعة باليورانيوم والقنابل العنقودية، تحدثوا عن حصار الشعب، تحدثوا يعني وكأنه رد فعل. يعني هنا يريد أن ينقل الملعب، يخلق واقع جديد، واقع جديد. إذن ألم يتأخر مثل هذا الإعلان إذا كانت هذه هي السبب؟ ألم يتأخر بهذا الشكل؟ ألا يفترض أن يكون مثلا منذ أول إعلان عاصفة الحزب؟ ليس هذا الإعلان، هم يتحدثون عن العدوان، ولكن عندما
كانت هناك وعود قبل تغيير بحاح، عندما ذهبوا قبل تغيير بحاح كانوا قد اتفقوا وهناك كان تواطؤ دولي بنقل السلطة إلى بحاح، وبالتالي ستنقل السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ودار ما دخلك شركة ما يقولون. وكان هذا تغيرت المعادلة قبيل الكويت، وبالتالي كانوا يبحثون عن مخرج. لذلك في العودة الثانية إلى الكويت كان خطاب أو المقابلة التي جراها محمد عبد السلام في قناة الميادين كانت تتحدث عن العدوان السعودي وتهدد العربية السعودية من أرض أحد دول التحالف، وهذا يعني يتناقض مع دولة الاستقبال، يتناقض مع احترامك لمكان اللقاء التحاور، فأنت تهدد العربية السعودية وتتحدث عن عدوان الفصل. والآن يتحدث الحديث تقريبا كل النص البيان لا يتحدث عن المشاورات الكويت إلا مرة واحدة، تحدث عن الدستور مرتين. أي دستور لا نعرف؟ هل دستور 1970؟ هل دستور الوحدة الذي تقطعوا معه؟ ودستور الوحدة لا يتحدث عن مجلس سياسي بل يتحدث عن رئيس جمهورية، وبالتالي إفساد المجتمع الدولي، تجويع الشعب اليمني، حصار بري، استخدام الأسلحة المحرمة. نقلوا المعركة إلى الصراع بين هذه السلطة الوطنية والعدوان الخارجي، بالتالي هنا خلل. لماذا دكتور؟ يعني هل فقط لإقناع من في الداخل بأنهم هم من يواجهون هذا العدوان؟ أم هي الفكرة في جعل أن الأسرع فقط بين هذه الجبهة الوطنية الذين يدعون أنهم هم قادتها وبين العدوان كما يسمونه؟ هناك تواطؤ دولي يريد أن يدخل السعودية في هذه الزاوية، وهناك أيضا تعبئة. العربية السعودية ارتكبت كارثة عندما كنا ننبهها بألا تدخل في تفاهمات جانبية، لأنه كان هدفها فصل الحوثي عن المخلوع صالح من خلال التفاهمات الجانبية، تأمين حدودها، ولكن هذا لعب دورا عكسيا لدى الحوثيين ورفع من سقف طموحهم. اثنين، عندما يجرون هذه المسألة يجرون العربية السعودية إلى زاوية أنها العدوان، فإنهم قد قطعوا تماما مع الانقلاب، قطعوا تماما عما أحدثوه من تدمير البنية التحتية، مما أحدثوا مع قطع مع العملية السياسية، قطعوا تماما مع 2016 وخلقوا سلطة جديدة تواجه عدوانا خارجيا، وأن ليس هناك سلطة شرعية في الرياض ولا علاقة لهذه السلطة، ولم يكونوا طرفا في هذه السلطة. بالتالي أنت الآن تتحدث أن الهدف مواجهة العدوان، وبالتالي هناك أيضا خطر آخر أشاروا إليه يتحدث عن حماية وحدة الوطن وأمنه واستقراره. وأنا قرأت قبل يومين، يعني نحن أمام سلطة ليس ديها تتحدث عن أن عدن سيتم الإعلان عنها عن أنها قطاع فدرالي قادم، وهذا سيخلق للحوثيين الانقلابيين مبررا للدفاع عن الوحدة الوطنية في توقيت ردي، بينما أنت كان بالإمكان أن تخلق هذا القطاع فدرالي دون الإعلان حتى يتم استعادة بقية الجغرافية عمليا، يعني عمليا كان يفترض. طيب الآن بعد هذا البيان، إذا كان الحين نحن الآن يقول الناطق الرسمي للحكومة بأن هذا البيان مثله مثل عدمه، بأنه لم يأتوا بجديد، نحن نعلم أنهم لم يأتوا بجديد، نحن نعلم أنهم ليس لديهم يعني رغبة في السلام ولا نية في السلام، نحن نعلم أن هذا مشروع سلالي يسعى إلى تأسيس دولة سلالية إمامية، نحن نعسى عند هذه النقطة دكتور، يعني نود أسمع منكم لحظتك أيضا، أن الأطراف جميعا الذين وقعوا تقريبا هم من إقليم أزال أو من يعني لم يوجد أي طرف آخر من الجنوب أو من يمثل كافة أطياف لنقل جميع المناطق يعني بما يهدد الوحدة الوطنية ربما. دعني أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. كنا نتحدث عن يعني قبل الفاصل عن هذا الاتفاق الذي يعد مناطقي سلالي وربما إعادة الدولة الإمامة من جديد، وأيضا ملاحظات حول أن جميع من قاموا بهذا التوقيع هم تقريبا من إقليم آزل، وكنت تود أن تذكر ملاحظة أخرى، تفضل. طيب أولا أضيف أن تكثيف يعني حضور أو ما يسمى بتحرير المضمون كثافة عالية لكلمة عدوان ل يعني حضور المملكة العربية السعودية كعدوان خارجي وإلى آخره، هذا يجعل من توقعاتي أو استشرافي لعودة المخلوع صالح بشكله يعني كشخصه
أو مرحليا بشخص آخر حتى يعود كمجلس بالمجلس الأعلى السياسي وهو المجلس الجمهوري، أعتقد أنه يقطع مع المبادرة الخليجية تماما، وبالتالي هنا العربية السعودية أصبحت يعني عدوة بالنسبة وفقا لخطابهم، وهي بالتالي لا يمكن الحديث عن، وهذا الرفع السقف أيضا ربما يعمل على ما يسمى بتعميم تضليل الرأي العام الدولي بهذا الجانب، وهم قد نجحوا في السابق في الحديث عن العدوان وعن قتل الأطفال وعن استخدام الأسلحة، وبالتالي يريدون جرنا إلى هذه الزاوية. بالنسبة للجانب السلالي هم الآن لا يهمهم الوحدة الوطنية كما تعلمين، نكون واضحين يعني نحن أمام جماعة بالنسبة للحوثيين بشكل واضح، الحوثيين منذ بدايتهم الأولى لا علاقة لهم بما يسمى المناطق الجنوبية، وهذا نقوله بوضوح، ربما يشعروا بالسعادة أبناء المناطق الجنوبية لكن ليس حبا فيهم، ولكن هم لديهم يريدون العودة إلى ما يسمى الفضاء الجغرافي التاريخي للدولة الزيدية التي هو لديه ما يسمى بالتراكم التاريخي لممارسة سلطتهم، يعني هم قد مارسوا على ما يقارب 10 عقود ونيف السلطة في هذا المجال الجغرافي ولكن لا يدركون التحولات، وبالتالي هم يريدون داخل ما كان يسمى الجمهورية العربية اليمنية يريدون هذا الفضاء، ولا يريدون المناطق الجنوبية ولا لهم دعوة في الوحدة الوطنية، ليس لعلاقة، أولا لأن سيكون هناك أغلبية سنية وهذا لن يكون يعني مناسبا لهم، أو موضوعيا سيكون هم أقلية وبالتالي لن يستطيعوا فرض سلطتهم. 2 المجتمع الدولي أيضا لديه توجه لفصل هذه المناطق، يعني توجه، ونستطيع نحن نوقف هذا التوجه نحو فدرالة اليمن، نستطيع أن نعيد نحن صياغة شكل دولتنا، لكن رغم هذا التوجه الدولي، بالتالي هم تحالفوا مع جزء من الحراك الجنوبي ووهموهم، وفي كثير من صدقوا هذا التوهم بأنهم يعني يتحدثون عن حقوقهم، ولكن هم سيعودون لهذه المناطق إذا ما تم إعلان أن هناك إقليم في المناطق الجنوبية مستقل، هذا سيضاعف من، سيجعلهم يتحدثون عن الوحدة الوطنية ويتحدثون عن الدفاع عن أرض اليمن ووحدتها، وسيكون هذا مبرر لاكتساح المناطق الجنوبية، ليس لاكتساحها بحسب بل لإقلاق المجتمع الدولي ولأيضا تهديد المجتمع الإقليمي بتشظيه. وبالتالي أستطيع القول أن حتى استنزاف الميزانية العامة كان منهجيا هدفه الوصول إلى مرحلة المجتمع الدولي يخاف من انهيار البلد، وبالتالي هذا الانهيار يعني ماذا؟ يعني أن هناك خطر سينعكس على المنطقة الخليج العربي وعلى السلم والأمن الدوليين، ونحن تحت الفصل السابع، بالتالي أي انهيار يعني صومالة، وربما أسوأ من الصومالة لأن هناك ما يقارب 100 مليون قطعة سلاح الآن وأكثر موجود إلى الشعب اليمني، ومن هنا هم لعبوا على منهجية تدمير الاقتصاد، وبالتالي هناك ارتكبت أخطاء من السلطة السياسية، الأخطاء أنها أخفت علينا أن هناك اتفاقا على ما يسمى الهدنة الاقتصادية وأنهم يدورون الاقتصاد، وكنا نعلم وتأتينا أخبار عبر تواصلنا مع الشخصية الهامة أن هناك أموال يتم يعني تحويلها من مناطق الجغرافية المستعدة أو الدول الجغرافية السلطة الشرعية، تتم سحبها إلى المركز، وبالتالي أنت ترتكب أخطاء بعد عام نكتشف أننا هناك هدنة، وأنت عندما تعطي شرعية للحوثيين تعترف أنهم يوزعوا المرتبات ويديروا الحياة، كيف أنت تتحدث أنهم غير شرعيين وأنت تعترف ضمنا بشرعيتهم بممارسة الأمر الواقع؟ بالتالي المجتمع الدولي أراد منحهم مال وموارد للاستمرار كما قلت في الفترة السابقة لإحلالهم في الحقل السياسي، بالتالي الآن نحن حتى نخرج من هذه الأخطاء نقول السلطة الشرعية حتى الآن ما زالت دون رؤية استراتيجية، نقولها بوضوح، نحن الآن منذ تقريبا عام ونصف ونحن ندعم هذه السلطة الشرعية التي ما زالت حتى الآن مثل الشخص المشتت والمتشظي الغير قادر على أن يكون له رؤية استراتيجية، يعني أنا طب نعدم الرؤية دكتور، يعني بالنسبة لحظة بس أوصل فكرة لو سمحتي، أقول نحن عندما ندير معركة استراتيجية عندي أنا مجموعة سيناريوهات، المجتمع الأول في حال ما الحوثيين أعلنوا مجلس جمهوري وبالتالي كيف ما هي الخطوات التي سيتبعها، يعني ينبغي أن يكون لدي رؤية، في حال ما تم على سبيل المثال يعني أنهم
ظلوا في مشاورات الكويت في منطقة عدم التقدم، كيف لي أن ألتقط وأعمل تغيير ديناميكي في الرأي العام الدولي والمحلي وألتقط؟ نحن يعني ما يقارب شهرين في الكويت والسلطة الشرعية يعني أضعفت القوة المسلحة والمقاومة في الداخل، أنها أوقفت المعارك، لم تستطيع رفع الحصار عن تعز أو تقدم الدعم أو تشعر المواطنين بأنها قادرة على حمايتهم وتجدهم بالغذاء. أنت أيضا هنا السلطة الشرعية حتى الآن عابت إلى الداخل كحكومة أشخاص ولم تعد كبرامج. يعني الآن نحن أمام عندما تعلن السلطة الشرعية أنها يعني أطلقت رصاصة الرحمة وانكشف الحوثيين. يعني شو انكشف الحوثيين؟ ما احنا عارفين انهم انكشف. ما هي رؤيتك الاستراتيجية؟ نحن أمام معركة صعبة مع أشخاص ليس لهم عهود، ليس لهم بعد وطني، يعني مشروع سلالي له يريد استعادة الملكية. طيب دكتور، يعني عند هذه النقطة ما المشروع الذي سيقدمه مثل هذا الاتفاق؟ يعني من خلال قراءتك للإعلان الذي يعني كشف عن هذا الاتفاق أو إعلان الاتفاق السياسي أو المجلس السياسي، ما الذي سيقدمه كفكرة؟ أو يعني هل اتضح من خلال هذا البيان أن لديهم مشروع سياسي أو لديهم رؤية لإنقاذ البلد كما يتحدثون؟ أولا هم قطعوا مع مشاورات الكويت ولم يتحملوا المسؤولية أمام المجتمع الدولي. صحيح أنهم تقدموا إلى أمام خطوة أكثر، يعني خطوة من خطأ إلى آخر، ولكن أحدثوا واقع جديد، لأن السلطة الشرعية ليس لها بديل. أنت الآن تركت له فرصة قبل أن تكشفه وتأخذ مواقف. ثانيا، أنا عندما أذهب إلى مشاورات في الكويت وأنا أعلم مسبقا، ونحن قلناها من هذا 20,000 مرة من هذا البرنامج، أنهم لم يتوصلوا، ما هي خططي البديلة؟ كيف لي أن أعمل في جانب آخر؟ توقعاتي أين جهاز الاستخبارات؟ أين النخبة التي تستشرف تضع لي رؤية أكون جاهز؟ ونحن نعلم مسبقا أن لا عهد لهم للطرف الآخر، لن يتوصلوا إلى السلام. بالتالي الآن هم ينظرون إلى ما يحدث في سوريا، ينظرون إلى أن هناك رغبة دولية بإحلالهم في الحقل السياسي اليمني. أنت عندما السلطة الشرعية لا تميز بين القرارات الدولية والمصالح الدولية. القرارات الدولية الحديث عن، انظر إلى ليبيا ماذا حدث. ليبيا فرنسا تتحدث عن دعم المجلس الرئاسي وبنفس الوقت تشارك مع حفتر. بالتالي هنا ستلاحظين الأمريكان يتحدثون عن العراق ولكن هم يدعمون الأكراد لبروز قومية. بالتالي أنا علي أن أميز بين القرار 2016، بين قرارة مجلس الأمن وهذه الإرادة الدولية التي لا علاقة لها بالواقع، وبين المصالح الدولية. علي أن أدرك ذلك. الآن على سلطة شرعية، نحن قلنا إذا استمرت بهذا الشكل سيخلق الانقلابيون واقعا جديدا. هم يريدون أن تنفصل، وهذا أتمنى يعني من تصريح خطير جدا أنه سيتم الإعلان عن عدم منطقة إقليمية. نحن قلنا هذا التصريح لربما يغضب الأبناء مناطق القرن، نقول لهم أنه يمكن لكم أن تكونوا إقليما أو تنفذوا يعني مخرجات الحوار كإقليم مستقل وله وله، يمكن هذا دون الإعلان، لأن هذا الإعلان سيجعل المنطقة يعني المنطقة الجمهورية العربية اليمنية واقع جديد وواقع حرب دائم ستنعكس على المناطق الجنوبية. ولكن المجتمع الدولي يريد هذا، وهذا مشروع واضح، يريد أن يكون كردستان هنا كرد، وأنا قلتها أكثر مرة، يريد أن يكون الجنوب منطقة كردستان للمضايق الدولية، وبالتالي جمع جميع الجماعات المتطرفة إلى هذه المنطقة، وبالتالي سيدخل الأمريكان إلى الجغرافيا، إلى خاصة العربية السعودية، كما هو الآن عملوا مطارات في سوريا وفي العراق، سيعملوا بذلك فيدخلوا لتنظيم القاعدة ولتنظيم الدولة وإلى آخره. والمخلوع صالح سيقوم بالفراغات الجغرافية وفراغات الأمنية بتأسيس جماعات وإعلانها. بالتالي الآن على السلطة الشرعية أن قلنا ونعيدها ربما للتذكير، عليها أن تدير حياة المواطنين بشكل يعني واضح وممارس وملموس، عليها أن تعود للداخل ببرامج، عليها أن ترفع حصار تعز. حصار تعز واستعادة تعز هو العنصر الرئيس، كل الباحثين وكل العسكريين إذا كان تم يتحدثون عن تعز أنها هي الورقة الرابحة، هي الورقة الرابحة التي لن يعلنوا هؤلاء إذا ما تعز يعني اتسقت في مجالها الوطني. وقالها أيضا الحاكم أبو علي الحاكم، قال أن تعز أهم من منطقة صعدة، هم يدركون ذلك.
هناك تصريحات. وبالتالي أنت عندما تدرك أهمية هذه المدينة التي أنت أرد أن تجعل منها يعني خوفا من الأجندة الدولية، هناك أجندة دولية أن لا يمكن لك أن تستعد تعزل بموافقات لأنها ذات علاقة باتساقها في المجال الجغرافي مع عدن وبالوحدة اليمنية، نعم. أو بقى هذه المنطقة كخط في حال الفصل. بالتالي القرارات الوطنية عليها أن خاصة الآن مع الانتخابات الأمريكية هناك مرحلة رخوة، نستطيع في هذه اللحظة الرخوة التي ربما المجتمع الغربي منهمك مخرج بخروج بريطانيا ولديه في فرنسا انفلات وفي ألمانيا لديهم مشاكل متعلقة بهذه العمليات، على الدول التحالف أن تكون واضحة هل تقيم تفاهمات سرية مع الحوثيين أم تقطع مع هذا، على سلطة شرعية أن تتحول إلى جسد. هذا الآن نخبتنا، أنا أشعر أن هنالك أن نقص يعني هذه النخبة الغير قادرة على الفعل، تفتقر إلى الفعل، تفتقر إلى ثقة الجماهير، تفتقر إلى رؤية استراتيجية، ليس لديها سيناريوهات. يا جماعة تعلموا من 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 الكيان. طيب دكتور، يعني من خلال هذا الإعلان ما هي مكاسب جماعة الحوثي من هذه الوثيقة؟ الحوثيين الآن الحكومة سينتصرون، سيقولون أنهم ارتكبوا وانكشفوا للعالم، ما العالم يعرف أنهم يعني انقلابيون. لا أتحدث عن المكاسب الفعلية التي قد يستفيد منها. هم يريدون ليس استفادة، يعني هل فقط مشاركة صالح لأي فشل قادم يعني أو تحمل أعباء البلد معهم؟ هو قد كان هناك انهيار، أنا قلت لك أنه تقريبا كان مطلب المخلوع صالح قبل عام بتشكيل مجلس رئاسي والذهاب بهذا الجانب، وكان الحوثيين يريدون إعلان إلغاء اللجنة الثورية وإلغاء البيان الدستوري القبع الحوثيين، كان يريد أن يغير هذا. والحوثيين ما زالوا في وضعية اقتصادية، الآن الحوثيين انكشفوا أمام العالم الخارجي، الانهيار الاقتصادي على الأبواب، المخلوع صالح لديه أموال كثيرة يستطيع أن يشتري الآن الذمم ويستطيع أن يوزع مرتبات في هذه العودة، أقولها بوضوح، ربما يخرج من الأموال المنهوبة والمسروقة والتي يعني تم إخفاءها في أماكن في اليمن غير البنوك الدولية، ويستطيع أن يسير الدفة ويعيد ثقة المواطنين والمواطنين المرتبطين بحالة معيشية، وبالتالي سيخلق واقع جديد غير شرعي. المجتمع الدولي نحن نستغرب على ولد الشيخ الذي أهينت الأمم المتحدة، وهو يأتينا ببيان لا يرتقي، لا يحمل الحوثيين مسؤولية ويطالب باتخاذ إجراءات، وهم يتهمون أن الأمم المتحدة يعني جهاز فاسد وجهاز يرتشي، بالتالي المواقف لم ترتقي بعد. ومن هنا أعتقد أن على السلطة الشرعية، أنا أتفهم أنه يقول نحن نحمل السلطة، نحن هذه السلطة نتبعها منذ عام، وقلنا لهم أن القرار في 2016 لن يعيدهم إلى صنعاء ولا إلى عدن، أن المجتمع الدولي لن يعيدهم، هناك واقع موضوعي يتحول، هناك قدرة على إدارة الحياة اليومية. ما هي الضغوط التي قد تمارس على ميليشيا الحوثي غير البيانات التي تصدر؟ هل يمكن للمجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة هذه المرة؟ ما هي الوقفة الجادة التي نبحث عنها؟ لن نستطيع أن دعم السلطة الشرعية، يعني المجتمع الدولي لا يريد، يعني نقولها بوضوح، يريد أن يكون الحوثيين جزءا من الحل ويتم هناك سنة وشيعة في اليمن، لأن الذاكرة مدخنة، قلنا هذا الكلام وحين نعيده. بالتالي هم يريدون هذه الثنائية، لكن إذا كان نجحت العربية السعودية ونجحت السلطة الشرعية في، لا يمكن للسلطة الشرعية أن تنجح وهي ضعيفة في الداخل، لا يمكن للسلطة الشرعية أن تحدث، لابد أن تحدث تغير في الجغرافيا، لابد أن تتقدم في تعز. إذا كان جبهة صنعاء ما زالت لها حساباتها الأخرى، فمنطقة تعز يمكن لها أن ترفع الحصار وأن تتزود، يمكن حتى الآن لم تقوم بتعبية عامة في عدن لتغير تصورات الجماهير، لتخلق روح وطنية مختلفة، لم تستطيع حتى الآن يتحدث وزير عن إقليم مستقل، وأنت لديك يعني محافظة كاملة محاصرة وجرحى لا تقدم لهم إجابات. أنت لديك جبهة في يعني في الجوف ومارب، لديك حضرموت آمنة، صحيح أن بدأ الآن توزيع النفط متأخر، لكن الآن على سلطة شرعية أن تصبح الرقم القوي، بالتالي تحدث تغيير كما أحدث الحوثيين. الحوثيين الآن سيستفيدوا من هذا الواقع، وسيبدأوا الحديث عن عدوان وعن واقع جديد، لا يتحدثوا عن سلطة شرعية حتى لو كان خطابا، في الأخير سيذهبوا إلى هذا. لذلك عليه على سلطة شرعية أن لا تتعامل بهذا البيان وتقول أنه كأنه لم يكن، لا، عليها أن تأتي بنا لتصرح لماذا
تم هذا البيان وما هي خططها القادمة وكيف ستزيل هذه الأزمة وكيف ستستغل هذه المرجعية الدولية في تعزيز مكانتها، وهل لديها مشروع استعادة التعز؟ هذه الخطوات المهمة التي يجب أيضا عليها أن توزع مرتبات الموظفين وأن تشرف على الطلاب بالخارج، أن تعيد يعني الثقة وأن أن تعطينا مبرر لماذا تعز حتى الآن لم يتم استعادتها وهي اللاعب الرئيس، ولماذا المعارك لا تتحرك في صعدة وفي الجوف وفي مارب وعلى حدود صنعاء. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.